متعلق بهذا الرأي ديالنا في هذه الإضرابات هو أننا مستائين لا إقليميا ولا جهويا ولا وطنيا. والمتضرر الأول والثاني والأخير العفو هو التلميذ. ضغنا بزاف صراحة، ضغوا وليداتنا والآباء ديالهم أيضا، وكنا تنتسناو بالأمس باش السيد رئيس الحكومة بأنه غادي يخرج بشي قرار، لكن خرج بأن النظام الأساسي لموظف فيه رجال التعليم سوف يقع عليه بعد التعديلات. لكن الآباء اليوم والله شهيد على ما أقول، إلا لولا انضباط ديال بعض رؤساء الجمعيات الآباء اللي منضوية تحت لواء رفع لكانت غتخرج القضية على السيطرة، ولكن بعض المؤسسات اللي ما هي منضويش تحت لواء رفع أنهم داروا وقفات، داروا مسيرات للمديرية الإقليمية. إحنا تنوعيو الآباء بأن لا فيدرالية وطنية ولا الفروع الجهوية والفروع الإقليمية خرجت صدرت بيانات وهي حاليا تتناقش الموضوع محليا إقليميا جهويا ووطنيا. وتنتسناو الحل، تنتسناو الحل. والمتضرر الأول والأخير هو التلميذ، لأن احنا كنا فيما بعد تنقولوا نحن مع المطالب المشروعة والمعقولة، المشروعة والمعقولة ونسطر عليها بالأحمر لنساء ورجال التعليم، لكن هذه العبث اللي ولا دابا تيتمارس منذ بداية السنة الدراسية، منذ انطلاق الموسم الدراسي إلى هذا عبث، هذا عبث لإضراب حق مشروع، ولكن وليداتنا هما اللي ضايعين. لا هو في مصلحتهم، سمح لي العفو، العفو أستاذي الكريم، هذا ماشي مصلحة التلميذ، مصلحة التلميذ هو يدخل القسم يقرا، هذه هي المصلحة اللي تنقولوا مصلحة، ماشي مصلحتنا هو نقولوا بأن مصلحة، لا هذه ماشي مصلحة، هذا ضرب الحقوق ديال التلميذ، هذا ضرب المصالح الفضة للمتعلمين والمتعلمين. ما نقولوش بأن اللي صالح، أش مصالح لصالح هذا؟ مثلا الأساتذة، لا 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 الأساتذة والرؤساء عندهم نقابات يدافعوا عليهم، في حين شكون تيدافع على التلميذ؟ هي هاد جمعية الآباء باش يقول لك عنده مصلحة، ما كاين حتى مصلحة أستاذي. المصلحة هما يرجعوا إلا كانوا هما تيشوفوا شي مصلحة، المصلحة هما يرجعوا الأقسام يقروا وليداتنا وديك الساعة الحقوق والمطالب ديالهم غادي يفادى. ثانيا أن التصريح ديال السيد وزير الأول بالأمس بأن غادي تكون التعديل، كانوا يجيو يقريو ولاداتنا، يجيو يقريو التلاميذ باش يقول لك هذا الإدارة في مصلحة التلميذ، هذا ماهوش العفو، أعتذر بأنه ماشي مصلحة التلميذ. هما عندهم نقابات اللي تدافعوا عليهم، ولكن شكون غادي يدافع على التلميذ؟ إذا ما كناش حنا كجمعية الآباء أو فروع إقليمية وجهوية أو مكتب وطني. بطبيعة الحال السيد رئيس الفيدرالية الوطنية في يوميا يتواصل مع المسؤولين التربويين لا على الصعيد الوطني والفروع الجهوية، لا على الصعيد الجهوي والفروع الإقليمية أيضا على الصعيد الإقليمي، لأن كان واحد اللقاءات اللي درت. نعطيك مثال، هي السيدة المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعملة مقاطعة الحين الحسني دارت لقاء مع جمعية الآباء واستدعتنا كفاعل إقليمي وحضرنا من أجل باش توضيح لنا هذا القانون الإطار وهذا النظام الأساسي اللي موظف فيه. وفعليا كانت الردود ديالنا هي ثلاثة نقاط، هي أشنو غادي يستافدوا ولادنا ما وراء هذا الإضراب. بطبيعة الحال ماشي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حنا تنطالبوا واحد، هي بعد هذه الإضرابات ملي غادي إن شاء الله غادي يتفرج هذا، أشنو هو المصير ديال وليداتنا؟ لأن السنة الدراسية باقا ما بداتش، راه من الأول ديال شو تنبيه
من الاول ديال شنو تنبيع هاد الاضرابات كاينه، ودابا حنا في نهايه اكتوبر، اذا هاد الاضرابات راه مستمره، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان المسؤولين لا وزاره التربيه الوطنيه ولا الحكومه ان يلقاو حل عاجل لوليداتنا باش يرجعوا للاقسام. انا تندافع على الكلام، الحل هو وزاره التربيه الوطنيه هي تلقى الحل، اما احنا حل كاباء مطالب باش وليداتنا يرجعوا للاقسام يقاو، وهذا هو الحل اللي تطلبوا لا الفيدراليه الوطنيه ولا الفروع الجهويه ولا الفروع الاقليميه ولا جمعيه الاباء. اخويا احنا مع كامل الاسف هادشي كنتفاجئوا به يوميا يوميا، كنشوف وليداتنا كيضربوا في الشوارع، وليداتنا يعني المستقبل ديالهم ضايع. هذا استثمار ديالنا حنا واستثمار ديال يعني جيل كامل كنشوفوه اليوم كيتدمر قدامنا. هادشي واش عنده شي حد؟ اوبن ما معروفش عنده واحد ولا ما عندوش حد. السبب منين ولا من عند من؟ هذا ما كيخصناش حنا كاباء، حنا الاهم الواحد ديالنا هما وليداتنا. وليداتنا خصنا هما اللي نشوفوهم فين غاديين. دابا وليداتنا مساكن طاحوا بين كما كنقولوا المطرقه والسندان، بين رفيق الدرب ديالهم اللي هو الاستاذ، وبين الحكومه اللي هي الام ديالهم. مظلوم من هاد الجهه، مظلوم من هاد الجهه. يعني شنو هو الحل؟ اليوم ملي كنشوفوا حنا مثلا تلاميذ، كاين اللي ما قراش حتى درس، كاين اللي مباشره هاد الشيء غيكون فروض. فهمتي اليوم راه كانت واحد المشاحنات كبيره في هاد المؤسسات، راه لولا التدخل ديالنا هاد الصباح كانت تكون واحد الفاجعه كبرى، لدرجه ان كاين شي واحد اللي كانوا بغاو يتهشموا الاساتذه، كاين اللي بغى اللي بدا كيسب، كاين اللي كيقول لك حنا نديروا ونفعلوا ونتركوا. يعني هادشي خصو تدخل في القريب العاجل، والا فغنوصلوا شي حوايج لا تحمد عقباها. هذه يعني واحد واحد النقطه اللي كنشوفها بانه المسار ما غيساليش حد هنا، مسار مازال طويل، خصوصا الا تاجج الشارع والاباء يعني خرجوا عن السيطره، راه مشكله كبيره. لانه اي واحد راه شنو هو الهم ديال الواحد؟ انا كنفيق الصباح نضرب تمن نخدم على من؟ راه الاستاذ كيخدم على راسي وعينيا، انا مع الاستاذ في جوج ديال الحوايج. اول حاجه ما يتعنفش، ثاني حاجه حقه ياخذه، ولكن بعيد على فريده الكبد ديالنا حنايا، اللي هي حنا كما قلت قبيله كنخرجوا نخدموا على من؟ على هاد الوليدات، كنضربوا تمن على من هاد الوليدات باش نشوف فيه واحد المستقبل، واحد الصوره اللي مبهجه ليا والوطن ديالو. فاليوم حنا كنتفاجئوا بانه تيتم اقصاء ديالهم، هذا كيتسمى اقصاء، هذا الاقصاء في الحقوق ديالهم اللي هو حق واجب. الحق الاول ديال الطفل هو التمدروس. انت كتقول لي بانه الهدر المدرسي، انت كتحارب الهدر المدرسي لا من طرف الحكومه ولا من طرف الاساتذه. اوكي انا في الاول ديال العام قال لك حنا ضد الهدر المدرسي، اليوم كلا الطرفين كيشجعوا الهدر المدرسي. واحد المشكل كبير شنو هو؟ هو انه التلاميذ اليوم ولاو حتى الحفاظه ما بغاوش يحفظوا، راه حنا وليداتنا كنبغيو ندعمهم في قبل في الدار، كنزيدوهم دروس من عندنا حنا كاباء، تثقيف تماره وفي الخدمه، وتجي وتحاول باش دير واحد الكيليبر للدري باش انه ما يضيعش ولو واحد 30 ولا 20% تحافظ له عليها. ما بقاش ماكسبتي داك الشيء، كيقول لك واش انا الاستاذ ما كيقرينش انت بغيتي تقريني؟ كيفاش هاد الشيء غادي يكون؟ نداء موجه للوزاره الوصيه، راه المتضرر الاول والاخير ماشي هو الاستاذ بل هو التلميذ. أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم نلقاو حل باش يرجعوا وليداتنا للتمدرس. راه مشكلة هادي، حنا تنسمعوا بأن غيتكون واحد السنة بيضاء، لكن من المستبعد باش تكون، حنا كنطلبوا باش ما غاديش تكون وما غاديش تكون إن شاء الله. إذا على الطرفين، على الطرفين، لا السادات والسيدات الأساتذة والأستاذات، أنهم يلتحقوا بالمؤسسات ديالهم والإضراب حق مشروع، وإن شاء الله بعد البوادر بأنه غادي إن شاء الله يكون الحل. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.